انا هرجع هتكلم على حاجه اسمها الاستابيليتي النهارده. ايه بقى الاستابيليتي؟ اول حاجه هجيبها هجيب حاجه اسمها الانونز. ايه الانونز ده؟ عندي بيم بالمنظر ده تمام، ليها كام رياكشن؟ دي هنج سبورت ليها تو رياكشن صح، وده ليه كام رياكشن؟ واحد. يبقى التوتال نمبر اوف رياكشن كام؟ 3. يبقى الانون عندي 3. عندي كام معادله؟ 3 ماشي، بلس حاجه اسمها الكونديشنال ايكويشن. ايه بقى الاس او الكونديشنال ايكويشن؟ اول حاجه لو لقيت حاجه اسمها انترميديت هنج، انترميديت هنج مش هنج، يعني ما يجيش واحد يقول لي ايه ده دي اسمها انترميديت هنج. لا يا حبيبي دي مش انترميديت هنج، انترميديت هنج يعني ماسكه بتوين تو ممبر، لكن دي ماسكه في الارض، دي اسمها هنج عاديه خلاص. فلو انا عندي انترميديت هنج بعمل ايه؟ اول حاجه بشوف هي ماسكه في كام ممبر. دي ماسكه في كام ممبر؟ 2، واحد شمال واحد يمين، يبقى الاس تساوي 2 ماينس 1. بشوف هي ماسكه في كام ممبر واطرح منهم واحد خلاص. طب لو هي ماسكه في كده يبقى الاس بكام؟ 3 اللي هي 4 ماينس 1، ماسكه في 4 ماينس 1. كله فاهم؟ طب تمام. يبقى اول حاجه هحددها ايه؟ المنشا ده ديترمنت ولا انديترمنت؟ يعني ايه ديترمنت؟ يعني اعرف احل ولا ما اعرفش؟ خلاص يبقى اول حاجه هجيب الايكويشن. حاجة زي دي كده مثلا. عندي كام النود؟ عندي 6. ده فيكسل 7؟ ايه 7 دي؟ لا 1. ليه تقطع؟ ليه؟ متقطعش. 1 2 3، 1 2 3، وبعدين ده بيطلع عنده 2، معلش يعني ما يطلعش عنده 2 والله، اكس وواي ماشي؟ ماشي. يبقى في كام رياكشن؟ 6. يبقى الانون تساوي 6. كله متفق لحد دلوقتي؟ طب في كام ايكويشن؟ لا 3 بلس 1 اللي هي كونديشنال، مش دي انترميديت هنج، بتديني كام معادله؟ واحده بس، يبقى 4. يبقى انا هجيب حاجه اسمها الاي اس. ايه الاي اس دي؟ اللي هي الديجري اوف انديترمينسي. يعني ايه؟ يعني هجيب الانون اطرح منه الايكويشن، مش العكس، الانون ماينس الايكويشن خلاص. يبقى 6 ناقص 4 ب 2، يبقى المنشا ده فيه 2 انون زياده، مش هعرف احل المنظر ده غير لما احلهم، احلهم باي طريقه. كده فاضل معايا 4 مجاهيل، 4 في 4 معادلات اعرف احلهم خلاص. ماشي. يبقى انا اول حاجه هجيبها هجيب الانون وهجيب الايكويشن، وبعد كده لو الانون اكبر من الايكويشن ده كده اسمه ستاتيكالي انديترمنت خلاص. لدرجه كام؟ هروح جايب حاجه اسمها الاي اس اللي هي اليو ماينس الايكويشن، طلع 2، يبقى سكند ديجري اوف انديترمنس. طب تمام. طب لو طلع الانون يساوي الايكويشن ده اسمه ستاتيكالي ديترمنت. اسمه ايه؟ ستاتيكالي ديترمنت. ستاتيكالي هو القلم باين في التسجيل ولا لا؟ عشان لو كده غيره. باين ستاتيكالي دي خلاص. طب لو طلع العكس بقى، طلع الانون اقل من الايكويشن، يعني انا عندي حاجه بالمنظر ده كده. اتفضل. عندي حاجه بالمنظر ده كده، انا عندي كده كام انون هنا؟ دي اسمها هنج عندها 2 انون، ودي اسمها رولر ليها 1 انون، وفي كام معادله؟ 3 بلس 1 يبقى 4. واحده يبقى الانون ب 3 والايكويشن تساوي 3 بلس 1 4. يبقى كده الايكويشن اكتر من الانون. اول لما تلاقي الايكويشن اكتر من الانون استاتيكالي انستيبل، يعني اول لما تفك الشده باذن الله هتقع على دماغك ماشي، المبنى هيضطرب او كولابس خلاص. يبقى احنا هنعمل ايه؟ قال لك ديترمن الديترمنس الاستاتيكالي ديترمن بتاع المنشا ده او تشيك الاستابيليتي. هتروح عامل ايه؟ هروح اجيب الانون، وبعد ما اجيب الانون هجيب الايكويشن. لو الانون اكتر من الايكويشن يبقى ان ديترمنت. للدرجه بكام؟ هروح عامل ايه؟ هروح طرح الانون ناقص الايكويشن. طب لو الانون ايكوال ايكويشن يبقى كده ده اسمه ستاتيكالي ديترمنت. لسه ما نعرفش ستيبل ولا ان ستيبل. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده ستاتيكالي ان ديترمنت، وده كده اسمه ستاتيكالي ديترمنت خلاص. طب لو الانون اكبر من الايكويشن، الانون اقل من الايكويشن، يبقى ده انستيبل. سيب المساله تقول له كده ستاتيكال انستيبل وخلاص ماشي. طب تمام، انا عرفت بقى ان هو مثلا ده ستاتيكال ديترمنت. وبعدين في حاجه اسمها جيومتريكال استابيليتي. يعني ايه جيومتريكال استابيليتي؟ ماشي. اول حاجه لو انا عندي حاجه بالمنظر ده كده،
في كم انون؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، يبقى الانون تساوي ثلاثة. وفي كم اكويشن؟ ثلاثة. يبقى ده ديترمن ولا ان ديترمن؟ اصبر بس ماشي. يبقى ده كده ديترمن ولا ان ديترمن؟ ديترمن ماشي. يبقى ده كده ديترمن خلاص. يبقى احنا عرفنا ان هو ديترمن. طب عايزين نشوف ده ستيبل ولا انستيبل. برضو عايز اشوف لو فكيت الشد هيقع على دماغي ولا مش هيقع. فقال لك خلاص تعالى نبص دلوقتي. اول حاجه هيقول لك ايه؟ هيقول لك نو اول رياكشن ار بارلل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يكون كل الرياكشن اللي عندي متوازيين. طب انا حاجه زي كده كل الرياكشن بارلل ولا لا؟ يبقى ده انستيبل. ليه بقى؟ نعرف ليه بقى؟ هيمشي ليه بقى؟ بالظبط كده. بص يا سيدي، لو احنا حطينا فورس كده نفخنا فيه بواحد طن ولا حاجه، هل في اي حاجه تقاومه؟ مش احنا بنقول عشان نقول ان المنشن ده اندر اكوليبريم يبقى سميشن الاف اكس يساوي زيرو؟ طب تعالى نحسب سميشن اف اكس. سميشن اف اكس يساوي كام؟ واحد. يبقى لا يساوي الزيرو. يبقى انت لو نفخت فيه هتلاقي المبنى اتحرك. ينفع حاجه زي كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش المبنى تكون بنيه هنا بكره تلاقيه الناحيه الثانيه. مفيش حاجه اسمها كده. ده مش عربيه، ده مبنى. خلاص تمام. يبقى اول حاجه نو اول بارلل رياكشن، عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه لو انا عملت له دي كده هنا يقول لي ما هو بارلل. لا يا حبيبي مش بارلل، في واحده مش بارلل. خلاص الواحده دي هي اللي هتخلي المنشا ستيبل، اللي هو هيبقى في رياكشن كده تيجي تزقه في حاجه بتقاوم. يبقى جيومتريكال انستيبل يعني ايه؟ يعني انا بعمل فيه اي حركه وهو ما بيقاومش. اجي الف ويلف معايا، اجي احركه ويتحرك معايا، اجي ازقه لتحت ينزل. مفيش حاجه اسمها كده. خلاص كله فاهم لحد دلوقتي؟ ماشي. ندخل على تاني حاجه في الجيومتريكالي انستابيليتي. تاني حاجه او هكمل برضو على دي حاجه بالمنظر ده كده. ايه رايكم في البتاع ده؟ ايه نظامه ده؟ ده ثلاثة لينكات متوازيين. في كام رياكشن؟ كام رياكشن؟ ثلاثة. ده اسمه لينك. يبقى ليه رياكشن واحد، وده اسمه لينك، ليه رياكشن واحد، وده اسمه لينك، ليه رياكشن واحد. ماشي. الرياكشن دي بارلل ولا نوت بارلل؟ بارلل. ماشي. يبقى ده جيومتريكالي انستيبل. خلاص كده؟ يبقى أول هتبص على المسألة، ثلاثة ليهم ثلاثة رياكشن متوازيين. يبقى ده كده ايه؟ جيومتريكال انستيبل. ماشي. تعال نبص على حاجه تانية. تاني حاجه نو اول رياكشنز اول رياكشنز ميت ات بوينت. يعني يعني ما ينفعش الاقي كل الرياكشن بيتقاطع في نقطه واحده. برضو مش فاهم حاجه. حاجه بالمنظر ده كده، ادي ده رورال وده كده رورال وده كده رورال. في كام رياكشن؟ ثلاثه. اللي هم ايه؟ واحد وادي اثنين وادي ثلاثه. صح كده؟ في كام ايكويشن؟ ثلاثه. يبقى ده كده ستاتيك ديترمن. حلو. طب ده بقى جيومتريكال ستيبل ولا انستيبل؟ تعال نبص. الثلاثه رياكشن بيتقاطعوا في نقطه واحده؟ اهو لو مديت ده كده هيتقاطع ما دول في النقطه دي. طب ايه المشكله؟ برضو ما فهمتش حاجه. ماشي. تعالى يا باشا نحط واحد طن كده. حلو؟ ماشي. هناخد سميشن المومنت. مش كل الرياكشن بيتقاطعوا هنا؟ ماشي. تعال ناخد المومنت. المومنت يساوي زيرو؟ لا. ادي واحد مثلا على بعد مسافه اثنين. يبقى المومنت ساعتها بكام؟ باثنين. ده لا يساوي الزيرو، يبقى المبنى هيتطبع علينا. المبنى هيلف. ينفع المبنى يلف المبنى اللي انتوا فيه ده تلاقوه لف كده؟ ما ينفعش. خلاص؟ يبقى تاني حاجة نو اول رياكشن ميت ات بوينت. كله فاهم لحد دلوقتي ولا ايه؟ تعيد تاني؟ ندخل على بعض. فكرني بس آخر نص ساعة عشان الكويز. ماشي؟ ماشي. ايه؟ الساعة دخلت؟ هتشتغلني يعني؟ ماشي. ماشي. لا ده بيقول لي اقول له الساعه 11. ماشي. اخر حاجه ما ينفعش يكون عندي تو هنج وما بينهم انترميديت هنج. ليه بقى؟ ليه بقى؟
اقتراحات، عايز اسمع اقتراحات. ليه بقى؟ ماشي. ايه اول حاجة هتبص؟ ده في كام قانون الاول؟ اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. في كام ايكويشن؟ اربعة. يبقى ده الترمن. طب جيومتريكال ستيبل ولا انستيبل؟ مش عارفين. ده انستيبل. ليه بقى؟ اول حاجه لو حطيت اي حاجه كده هتلاقيه نازل ايه؟ ما لا نهايه. المفروض احنا المباني بتاعتنا دي بتنزل ملي، يعني البلاطه اللي فوق دي نازله، بس نازله ملي، انت مش شايفها حاجه، ما بتعرفش تشوفها، اللي هو ما تشوفهاش غير اندر ميكروسكوب، حاجات زي كده. فان هي تنزل 3 متر، ده المبنى كل الحاجات دي تتكسر لو نزلت 2 سم 3 سم. فما بالك بقى، بقول لك اول لما احط اللوت هتلاقيه نزل 3 متر. طب ليه بقى؟ تعال نبص. انا حطيت فرصه كده، حلو. تعال نحسب من ناحيه الشمال. سميشن المومنت رايح الشمال يساوي زيرو، صح؟ ماشي. يبقى انت عندك كده ار واي 1 وهنا ار واي 2. ماشي. ار واي 1 كده بكام؟ بزيرو. هقول لك ازاي. سميشن للمومنت ليفت يساوي زيرو، يبقى ار واي 1 مضروبه في مسافه 2 متر. في اي قوه ثانيه؟ في اي قوه ثانيه؟ لا، في مسافه تساوي زيرو. هيطلع لك الار واي تساوي زيرو. ماشي. اعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه، هيطلع لك الار واي دي ناحيه هي كمان بزيرو. طب ومين اللي هيشيل الفرصه دي؟ يعني مش المفروض سميشن الاف واي تساوي زيرو؟ هنا مش هيبقى بزيرو، يبقى المبنى ده هينزل. انتوا ما فهمتوش صح؟ ما فهمتوا؟ عيدها تاني؟ انتوا فاهمين ولا ايه طب؟ عيدها تاني؟ ايوه قولوا عيدها تاني، انا ببقى مبسوط اساسا. انا بقول لك يا سيدي ما ينفعش يكون عندي هنج وهنج وما بينهم انترميديت هنج. ليه؟ بقول لك اول لما احط اي فرصه هتلاقي المبنى نزل، نزل كده. ما ينفعش حاجه اسمها كده تحصل اساسا. طب انا بقول لك تعالى اقول لك بقى جت منين. فبقول لك خد المومنت، هحط فرصه اهو، مش المفروض سميشن اف واي يساوي زيرو؟ يعني ار واي 1 بلس ار واي 2 المفروض يساوي الفرصه دي لو هي 10 مثلا، صح كده ولا ايه؟ طب تعالى نحسب من الشمال. سميشن المومنت ناحيه الشمال يساوي زيرو، يبقى عندي ار واي في مسافه. في اي حاجه ثانيه؟ لا. يبقى الار واي 1 بزيرو، يبقى المفروض الار واي 2 تطلع ب 10، صح؟ تعالى نحسب من ناحيه اليمين. سميشن المومنت ناحيه اليمين يساوي زيرو، هيطلع لك الار واي 2 برضو بزيرو. طب لو عوضت ده بزيرو وده بزيرو، هل كده سميشن اف واي يساوي زيرو؟ لا. يبقى المبنى هينزل. يبقى انا ما ينفعش يكون عندي اثنين انترميديت هنج، اثنين هنج وما بينهم انترميديت هنج. ليه؟ اول لما احط اي لود هتلاقيه نزل. خلاص؟ فاهمين؟ وفاهمين ليه؟ مش عارف. الفرس، ايوه بالظبط، الفرس مين اللي هيقومها؟ مفيش حاجه هتعرف تقومها. بالظبط كده. ما هو دي هي دي المشكله. يعني انا جيومتريكال انستيبل، يعني انا عندي قوه خارجيه مش عارف اقاومها. الايه؟ نص انترميديت هنج. الانترميديت هنج في النص. هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه اصلا؟ هو الانترميديت هنج ده بيعمل ايه؟ ده بيديني حاجه اسمها كونديشنال ايكويشن. يعني ايه كونديشنال ايكويشن؟ يعني انا عارف عنده ان سميشن البندنج مومنت شمال هو سميشن المومنت يمين بزيرو. خلاص؟ فدي بتبقى يعني معادله زياده. ماشي. ايه تاني؟ برضه هيطلع لك الارقام غلط. احسب من الشمال واحسب من اليمين. يعني انت عايز تقول لي حطها مثلا هنا، صح؟ ماشي. خد سميشن المومنت شمال، صح؟ ماشي. وخد سميشن المومنت يمين. ماشي. ده هيطلع لك بزيرو وده هيطلع لك مش يساوي الفورس. يعني ده مثلا لو ب 10 ده هيطلع لك 5. ماشي. طب بقيت الفورس فين؟ هينزل برضه. ما تفكرش فيها كتير. هي في الاخر عادي، اي اثنين وما بينهم حاجه انترميديت هنج هتلاقي نزل ما لا نهايه. خلاص؟ كله فاهم لحد دلوقتي؟ ايه؟ تمام. قول لي اسالني، والله بعرف، يعني عندي معلومات كويسه يعني. ماشي. كله فاهم؟ امسح ولا ايه؟ ندخل بقى في البندنج مومنت والشقلباظات بتاعتكم. فهمتوا حاجه من البندنج مومنت ولا لسه؟ ماشي. هنشرح كل حاجه. كله فاهم ولا ايه؟ صوت كويس ولا ندخل بقى على قصه البندنج مومنت والنورمال والشيء. ايه بقى الكلام؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، جيت انا عملت ايه؟ جيت حطيت فورس كده. اول حاجه انا عندي هنا كام رياكشن؟ كام رياكشن؟ ثلاثه. ماشي. واي بي
واكس بي. انا عايز اعمل ايه بقى؟ وانا بحسب ايه وعايز اعمل ايه؟ بص يا سيدي، القصه جت منين؟ احنا موجودين في المبنى، احنا بنعمل حاجه اسمها لودز او زاد، حلو؟ فانا عايز اعرف كل اليمنت عليه حاجه اسمها ستريننج اكشن قد ايه، عليه نورمال قد ايه، وعليه شير قد ايه، وعليه بيندنج قد ايه. ليه بقى؟ عشان اطلع حديد، عشان اصممه. يعني انا بقى بعمل ايه؟ انا دلوقتي بجيب حاجه اسمها مومنت وحاجه اسمها نورمال وحاجه اسمها شير، حلو؟ هتاخدوهم هتروح لبتوع الخرسانه هيقول لك لو انا عندي ام بكذا يبقى انا الكروس سيكشن بتاعي العرض بتاعه كذا والارتفاع بتاعه كذا، وبحط حديد بالمنظر ده كده العدد بتاعه كذا. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرف المبنى ده عليه نورمال وعليه شير وعليه بندنج قد ايه. هتاخدوه هتروح لبتاع الخرسانه هيقول لك المبنى ده كل عنصر البلاطه دي سيكشن صح قد كده، العمود ده ابعاده 40 في 50 وفي حديد كذا، خلاص؟ فاحنا عايزين نعمل ايه؟ نكسب سترينج اكشن ومنها هنعمل ديزاين، خلاص؟ ده يعني سترينج اكشن بقى. يعني ايه مومنت ويعني ايه نورمال ويعني ايه شير؟ حلو قوي، مش فاهمين؟ قولوا لي مش فاهمين، انا بحب اسمع كده مش فاهمين. بص يا سيدي، بص يا سيدي، يعني ايه نورمال بقى؟ نورمال يعني عندي فورس ان دايركشن اوف ممبر. يعني الممبر ده افقي ولا راسي؟ افقي. يعني لو جت عليه قوه افقيه هيبقى عليه حاجه اسمها نورمال فورس. لو جت عليه قوه افقيه كده هيتولد عليه حاجه اسمها نورمال فورس. يعني ايه نورمال فورس بقى؟ نورمال فورس يعني حاجه كده انا بزقها، عايز اضغطها، عايز اقلل الطول بتاعها. الطول بتاعها بدل متر انا بحط عليها فورس عشان تبقى نص متر، خلاص؟ يعني ايه نورمال؟ نورمال يا اما بشد حاجه يا اما بضغط حاجه، خلاص؟ طب يجي النورمال ازاي؟ يجي النورمال لو انا عندي فورس في اتجاه الممبر، الممبر ده افقي يبقى لازم احط عليه قوه افقيه، انا بضغط عليه كده، خلاص؟ كله فاهم ولا ايه؟ ماشي. تاني حاجه، في حاجه اسمها شير. ايه بقى الشير ده؟ فورس عموديه على الممبر، فورس بيربنديكولار تو ممبر. ماشي. طب دي كده تعمل حاجه اسمها شير ولا ما تعملش؟ ايه يا عم قول لي. طب لو عايز تسال في حاجه قول. ماشي. الممبر ده كده بص يا سيدي، لو انا عندي فورس اهي، الفورس دي عموديه على الممبر ولا في اتجاه الممبر؟ عموديه. بتعمل لي حاجه اسمها شير. يعني ايه شير بقى؟ يعني ايه قص بقى؟ ما انا فاهم ان هي تكسر. بص يا سيدي، انا بس عايز اقول لكم على كلمه، طول ما في شير بنسبه 99% بيكون في مومنت، خلاص؟ يعني الاثنين بيبقوا حاجه اسمها كومبلمنتري مع بعض، الاثنين متصاحبين. لو لقيت عندي شير بيبقى في مومنت، خلاص؟ يعني ايه بقى؟ بص يا سيدي، ادي بيمة اهي، وحطيت عليها قوة عمودية على الممبر، فهيحصل لها حاجتين. حاجة بالمنظر ده كده هتنزل كده، هتلاقيها نزلت، فحصل لها كده ايه؟ التنت. يعني ايه التنت؟ يعني حصل لها بيندنج مومنت. يعني هي كانت كده وانا حاطط عليها لودز، فاللودز دي تنتها. طب يعني ايه بيندنج؟ بيندنج يعني بتني الممبر. يعني هو كان افقي كده وانا حاطط عليه لود بس ماسكه من الشمال واليمين بس، لو ماسكه من كل حاجه مش هيحصل عليه بيندنج، احط عليه فورس خلاص مفيش بيندنج. بيندنج يعني ايه؟ يعني انا ماسكه من اوله واخره والاحمال عليه على طول، فتلاقيه نزل كده، دي ممسوكه مش هتنزل، دي ممسوكه مش هتنزل، لكن اللي في النص هينزل. فكده الممبر اتنى. يعني اتنى بقى؟ حصل له بيندنج. يعني ايه بيندنج بقى؟ يعني في جزء فيه اتشد، هتلاقي اللي تحت كده اتشد واللي فوق اتشد. طب انا يهمني ايه من الكلام ده؟ يهمني ايه اعرف البيندنج دي؟ بص يا سيدي، انا بعرف البيندنج عشان احط حديد. يعني ايه بقى؟ ان شاء الله لما تروح بتوع الخرسانه هيقول لك ارسم البيندنج مومنت دايجرام، حلو؟ هو البيندنج مومنت دايجرام بيقول لك فين مكان الشد، يعني الكاميرا دي انا بقول لك ان هي حصل لها بيندنج مومنت فالشد تحت، يبقى انا احط حديد تحت، خلاص؟ فالبيندنج مومنت حاجه مفيده جدا، ماشي؟ طب تمام، الكاميرا الثانيه فين الشير؟ حاجه من الاثنين، يا اما تتني لحد ما تتكسر
يا اما تلاقيها ايه فجاه كده اتفصلت نصين بالمنظر ده، نزلت كده اللي هي اتقسمت نصين. دي حصل لها شيل خلاص، بيحصل ده ولا بيحصل ده على حسب الكباستي بتاعت يعني ممكن يكون القطاع قوي قوي في الشير وضعيف في البندنج فيكسر بندنج، ممكن يكون قوي قوي في البندنج حاطط فيه حديد كتير بس ضعيف في الشير فيكسر في الشير. المهم يعني احنا عندنا ايه، حاجه اسمها نورمال وحاجه اسمها شير وحاجه اسمها بندنج. ايه النورمال ده؟ لو انا عندي فورس في اتجاه الممبر بتعمل لي نورمال. طب يعني ايه شير؟ اول لما يجي لي قوه عموديه على الممبر بتعمل لي شير وبندنج مومنت. كله فاهم لحد دلوقتي؟ هي دي القصه كده، عشان ايه انا لخصت لكم مدني من الاخر، هو ده هتجيبوا بندنج مومنت هتاخدوه تروحوا بتاع الخرسانه تدخلوا الشرطات يقولوا لكم الحديد بالمنظر ده والقطاع كذا، بس هي دي القصه من هنا لحد الاخر. بتوع الليستين نفس الكلام، هديله البندنج مومنت يقول لي هدخل الجداول هديك اي بيم ولا هديك تشانل ولا هديك الحاجات اللي انتوا بتسموها في الرسم بالابعاد دي. خلاص كله فاهم ولا ايه؟ ارسمه ازاي بقى؟ حلو، كل الكلام ده ايه كلام محبيني كده عشان تفهموا وتبقوا مبسوطين ماشي. وبعدين بقى اعمل ايه؟ انا عايز ارسم الكائنات الغريبه دي. تعالى نرسم بقى الكائنات الغريبه دي. فهمتوا يعني ايه نورمال؟ طب انا بس عايز اقول لكم على حاجه، بس عايز اكد على معلومه. لو انا الممبر ده مش ممسوك من اوله واخره يعني كله كده ممسوك وحطيت عليه لود مش هيحصل اي بندنج، بس افتكروا الكلمه دي ماشي، عشان في سنه رابعه في تنكات هتشوفوا حاجات زي كده كتير يعني، ومحدش هيقول لكم ليه وفين وكده ماشي. ماشي، اول حاجه هم الجماعه بتوع الاستراكشر كده قعدوا مع بعض قعدوا تعرف وقال لك هنعمل حاجه اسمها ساين كونفنشن. يعني ايه ساين كونفنشن؟ بص يا سيدي، وانا بعمل ايه؟ انا عايز احسب حاجه اسمها النورمال وحاجه اسمها الشير وحاجه اسمها البندنج. خلاص، فقال لك في حاجه اسمها ساين كونفنشن، انت بتحسب منين؟ فقال لك خلاص لو انا بحسب من نص الشمال انا بعمل ايه؟ انا باجي عند في واحده كده كانت قالت لي، قالت لي يا باشمهندس كنا الحين رياكشن يعني، فقالت لي اقطع في منبر. قلت لها يا دي النصايب السوداء. ليه بقى نصايب سوداء؟ ده كده منبر عادي حلو قطعت فيه هيحصل ايه؟ هيظهر لي 3 انتنات، عارف الرياكشنز اكنها فيكسد يعني كل السكاشن دي كانها فيكسد، يعني لو قطعت فيها هيظهر لي اكس وواي ومومنت 3 رياكشن تمام، وبرده ده ناحيه الشمال وناحيه اليمين اكس وواي ومومنت. فانا بدل ما انا عندي 4 مجاهيل خليتهم 7 خربت الدنيا. فده اللي انا بعمله هنا بقى، انا بقطع عند اي سيكشن فبيظهر لي نورمال وشير وبندنج اللي هما 3 رياكشن، وعايز اعرفهم بعرفهم بنحسب شويه حاجات كده المهم نعرف خلاص. فانا اول لما بقطع في اي ممبر في فرق ما بين ده كده وفرق ما بين ده كده، ده لو قطعت فيه ده اسمه لينك ممبر بيظهر فيه اكسيال فورس، بس ده لو قطعت فيه بيظهر لي حاجه اسمها اكنه كله فيكسد اكس وواي ومومنت، اكس وواي ومومنت الاثنين زي بعض خلاص ماشي. برضه مش عارف حاجه احسب ازاي، برضه انت بترغي كتير وانا مش عارف احسب ازاي. بص يا باشا عرفنا حاجه اسمها الساين كونفنشن، يعني ايه؟ بتحسب من الشمال ولا من اليمين؟ لو من الشمال الشير انا هعمل ايه عشان اجيب الشير؟ بقول سميشن اف واي خلاص، هو ده الشير بتاعي. اي قوه طالعه لفوق دي معايا موجب، اكني بفرض اكسيز للجزء اللي على الشمال ادي انا قطعت هنا، وده كده منشا وده كده منشا. عايز تحسب للمنشا اللي على الشمال ولا على اليمين؟ اخترت اللي على الشمال، يبقى اي قوه طالعه لفوق دي كده بوزيتيف واي قوه نازله لتحت هي نيجاتيف. طب لو هحسب من على اليمين، مالناش دعوه باليمين دلوقتي، اي قوه نازله لتحت بوزيتيف واي قوه طالعه لفوق نيجاتيف خلاص. اتفاق، معلش هم اتفقوا مع بعض كده، هم اقدم مننا فقعدوا مع بعض واتفقوا مع بعض خلاص. يبقى ايه الساين كونفنشن ده؟ لو انت هتحسب من على الشمال وهيوضح الكلام ده في مثال يعني، اللي طالع لفوق بوزيتيف. طب ماشي، طب بالنسبه للنورمال اي قوه جايه ناحيه الشمال اللي هي خارجه من المنبر بوزيتيف لو انت بتحسب من الشمال. طب لو بحسب من اللي على اليمين اي قوه طالعه اللي هي خارجه ناحيه اليمين بوزيتيف خلاص؟ تمام. طب البندنج مومنت، البندنج مومنت يعني ايه؟ عندي فرصه ايه؟ الفورس دي لما تيجي تلف حوالين النقطه دي هتلف ازاي؟ مش هتلف كده؟ صح؟ عكس عقارب الساعة. في حاجة اسمها سهم وديل السهم. السهم فين؟ تحت ولا فوق؟ تحت، وديل السهم فوق. ماشي. البوستيف بتاعي بقى إن ديل السهم لو أنا بحسب من على الشمال إن هو بيلف كلوك وايز، اللي هو ديل السهم فين؟ تحت. طب لو بحسب من على اليمين الكاونتر كلوك وايز هو البوستيف، اللي هو ديل السهم لتحت.
خلاص يعني شويه كلام كده احنا بنتكلم على جنب وبعد كده هنحل اول مساله. خلاص مجمعين بس لحد دلوقتي ساين كونفكشن. انا بحسب من على الشمال اي حاجه طالعه لفوق بوستد في الشير، واي حاجه خارجه ناحيه الشمال بوستد في النورمال، ودي لسه من تحت بوستد في المومنت. كله فاهم لحد دلوقتي؟ ماشي. تعال ايه عيد ده تاني. انا بقول لك ايه، بقول لك الجماعه بتوع الاستراكشر قعدوا مع بعض كده، احنا دلوقتي هنرسم حاجه اسمها دايجرام اللي هو عند كل سيكشن في قد ايه مومنت وفي قد ايه نورمال وفي قد ايه شير. فقال لك خلاص عايزين نحط اشاره، فقال لك هنحطها على اساس ايه؟ قال لك خلاص انت هتقطع، انت هتيجي عند سيكشن ادي بي ما ايه، عايز احسب النورمال هنا، فهروح قاطع يا اما اسولف الجزء اللي على الشمال او الجزء اللي على اليمين. حلو، اختار اني جزء، اختار جزء الشمال مثلا. خلاص لو هتحل اللي على الشمال يبقى اللي طالع بوستيف واللي خارج من عندك بوستيف، ودي السهم اللي تحت اللي هو كلوك وايز هو ده البوستيف. بس شويه اشارات بس انا فرضتها. كله فاهم لحد دلوقتي؟ اكمل ولا ايه؟ ماشي. ندخل بقى على امثله. ماشي. بص يا سيدي شويه كلام كده هكتبه مركينه على جنبي. اول حاجه السايد كونفنشن، لو بحسب من على الشمال فوق شمال بين السهم لتحت، يمين تحت يمين بين السهم لتحت، دي اول حاجه السايد كونفنشن. تاني حاجه الاماكن اللي بحسب عندها الشير، الشير بحسبه فين؟ اول واخر الممبر، اول واخر كل ممبر. ماشي. تاني حاجه قبل وبعد السبورت، قبل وبعد السبورت. ثالث حاجة قبل وبعد الكونسنتريتد فورس. رابع حاجة بداية ونهاية الديستريبيوتد لود. خلاص؟ يبقى أنا فين السكاشن اللي هحسب عندها الشير؟ أول وآخر كل ممبر، قبل وبعد السبورت، قبل وبعد الكونسنتريتد فورس، بداية ونهاية الديستريبيوتد لود. خلاص كده؟ ماشي. تركينا على جنب كده ونحطها في الرويدز. دي السكاشن اللي بحسب عندها الشير. ماشي. طب بحسب المومنت فين؟ أول حاجة بداية ونهاية كل ممبر عند الكونسنتريتد فورس، مش قبلها وبعدها، عندها بالظبط. ثالث حاجة قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت، ورابع حاجة بداية ونهاية الديستريبيوتد لود. خلاص كده شوية كلام كده. ايه هقول لكم بس ايه، انا عايز اقول لكم السكاشن اللي بنحسب عندها فين، سمعوا لي واحنا بنحسب شير تقولوا لي كذا، بداية ونهاية الديستريبيوتد لود. كله معايا لحد دلوقتي؟ خلاص كده الكلام ده على جنب كده، نحل مسألة. ماشي؟ خليكم فاكرين. أدي مسألة أهي يا سيدي. كله مجمع لحد دلوقتي ولا إيه؟ رد عليا. طب ايه الاماكن بتاعت النورمال؟ الاماكن ايه؟ لا لا النورمال. ماشي. النورمال عند اي قوه افقيه. خلاص، اي قوه افقيه سواء رياكشن او مش رياكشن. ماشي. اي قوه افقيه احنا نحسب النورمال. ماشي. 5 ملم وده كده. خلينا نحسبه الاول. هو عايز اقول لكم حاجه بس دلوقتي، مساله البندنج مومنت اول حاجه بتعملها تحسب ايه؟ الرياكشن. فانت لو حسبت الرياكشن غلط انت كده في سكه ثانيه خالص. عارف يعني ايه؟ يعني انت اديته سترينج اكشن غلط. عارف يعني ايه؟ يعني هو صمم حديد وقطع غلط، يعني بدنا هيقع على دماغه. تمام. يا اما انت صممته غلط حطيت حاجات كبيره فخربت بيت الراجل، يا اما حطيت حاجات انسيف فوقع على دماغه. فبسم الله الرحمن الرحيم كده نقرا الفاتحه ونركز واحنا بنحسب الرياكشن. خلاص الدنيا سهله ان شاء الله.
ما تذاكروش ليه الاول بس رد عليا ما حدش بيذاكر هو حد قال لي كده هو غالبا المذاكره قبل الترم بس ذاكر كويس قبل الترم بس ماشي قبل الفاينل لا مش الدرجات دي احنا مش في ثانويه عامه ماشي حط المسافات اعمل ايه بقى اول حاجه احلل الفورس دي دي بوينت 8 ودي بوينت 6 اول حاجه هعمل ايه احط الرياكشن عندي كام رياكشن هنا 2 اكس اي اسمي بوينت دي ايه والبوينت دي بي يبقى عندي اكس اي وعندي واي اي صح وعندي هنا واي بي ماشي وبعدين احلل القوه المايله كوزاين ثيتا هتطلع لك 3 ساين ثيتا 5.8 يطلع لك 4 واشطب على ده وبعدين نحسب الرياكشن ماشي انتوا بقيتوا لعيبه في احسب الرياكشن ده انتوا بقيتوا محترفين اعمل ايه بقى ماشي في لود هركزه في النص صح؟ المحصلة بتاعته كام؟ 4 2 في 3 في 6 وركزه فين؟ في النص الله عليك بس في واحد كان كنت جايب له مثلث في الكويز الاسبوع اللي فات حطوا لي في النص لا ده مش واحد ده 20 واحد الشباب بيقولوا لي هو السكشن بينزل على النت هو تقريبا الاسبوع اللي بيبدا اجازه ماشي نكمل اعمل ايه بقى؟ صح؟ لو عايز اغسل وشك روح اغسل وشك يا عم روح اشرب قهوه تعالى على كويز اعمل ايه بقى؟ سميشن اف اكس هكتب بس المعادلات واديكم الفاينل انسر اول حاجه هقول سميشن اف اكس تساوي زيرو صح؟ عندي اف اكس عندي اكس ايه ماينس 3 تساوي زيرو صح؟ هيطلع لك من هنا الاكس ايه بكام؟ ب 3 طن هحطها على طول على الرسمه هنا بقى نحط على الرسمه الاربعه بعد كده عايز اجيب الرياكشنز الثانيه اجيبهم ازاي سيجما المومنت المومنت عند ايه تساوي زيرو ماشي هجيب من هنا الواي بي اللي هي كام هيطلع لي الواي بي يساوي 7 طن كله مترجم ولا ايه هاخد سميشن المومنت هنا بقى عندي 5 ماينس 6 في مسافه 5 ونص مش عارف ماينس 4 في 7 بلس 8 واي بي خلاص هيطلع لك الواي بي ب 7 طن طب اجيب الواي ايه ازاي سيجما الاف واي سيجما الاف واي تساوي 0 يبقى واي ايه بلس واي بي تساوي 6 بلس 4 اللي هي ب 10 هيطلع لك الواي ايه ب 3 يبقى ده كده ب 3 وده كده ب 7 كله مترجم ولا ايه ايه؟ اعمل تشيك بالمومنت تاني جدع. يعني انا بس عايزك تاخد وقتك كده في المساله دي عشان الرياكشن لو جبتها غلط انت سوحت يعني. وغالبا عشان ما تغلطوش انا بديك الرياكشن. في المساله بتاعت البني مومنت انا بديك الرياكشن. عشان ما تغلطش انت لو غلطت انت كده سوحت. فانا بحسب لك الرياكشن وبديها لك جيفن على طول. وفي مساله بتاعت رياكشن بقى اللي هو ايه؟ احسب يا باشا الرياكشن ماشي؟ اعمل ايه بقى؟ عايز ارسم النورمال والشير والبني. بسم الله الرحمن الرحيم اي حاجه تشوفها في طريقك انزل خط راس هنا خط راس خط راس خط راس خط راس خط راس خلاص اي حاجه تشوفها في طريقك انزل خط راس ماشي طب تعالى نحسب النورمال فورس دايجرام يعني ايه النورمال فورس دايجرام ان اف دي يعني نورمال فورس دايجرام يعني انا عايز احسب النورمال على ايه على طول البيم دي احسبه ازاي اي قوه افقيه تبص عليها تحسب عندها ماشي فين القوه الافقيه عندي هنا قوه افقيه وعندي هنا قوه افقيه صح كده ولا ايه ماشي تعالى نحسب النورمال اول حاجه هتحسبه من الشمال ولا من اليمين من الشمال تعالى نحسب من على الشمال
من على الشمال عندك كوكا فوكويا ولا ما عندكش؟ عندك بكام؟ بثلاثة. ناحية اليمين ولا ناحية الشمال؟ انت بتحسب منين الأول؟ من الشمال. دي الإشارات البوست بتاعتك. القوة جاية يمين ولا شمال؟ يمين. يمين. واليمين بوست ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى أروح نازل كده، عايز ثلاثة وأروح نازل. ماشي. هفضل مكمل 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 لحد اما الاقي قوه افقيه، اول ما الاقي حاجه قولوا لي. حلو قوي. تحسبه من اليمين ولا من الشمال؟ خلينا من الشمال. ماشي. يبقى عايز احسب هنا بعد اما القوه دي دخلت معايا. خلاص احسب كده. ايه القوه الافقيه اللي عندي؟ الافقيه ثلاثة صح؟ مش في ثلاثة ناحيه اليمين بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. ومش في واحده ثانيه ولا ايه؟ تمام. في بوزيتيف 3 صح؟ يبقى بلس 3 يساوي 0 صح ولا ايه؟ طب تعالى نتاكد. هحسب من ناحيه اليمين، هل في اي قوه افقيه ولا مفيش؟ مفيش. ماشي. هو انا بحسب بعد القوه دي على طول خلاص عشان تدخل معايا. ماشي معايا ولا ايه؟ عايزة تاني. خلاص هو انا بقسم المسألة من اي حتة؟ انت بتحسب في اي سكشن انت عايز، بس ايه السكشن الكريتيكال اللي بحصل عندها؟ اللي هي عند كل تغير انت بتحسب ايه نورمال؟ يبقى اول لما اشوف اي قوة افقية بحسب قبلها وبعدها. خلاص؟ قول بعدها على طول، يعني احسب بعدها، خدها معاك يعني. ماشي. تعال نبص. اول حاجه السكشن ده انا عندي هنا ثلاثة. ماشي. عندي هنا ثلاثة. اول سكشن، اول لما الاقي قوه افقيه اروح حاسب عندها، اروح واخد السكشن ده كده، اروح واخد سكشن ناحيه اليمين. ماشي. ناحيه اليمين عندي قوه افقيه ولا ما عنديش؟ ناحيه الشمال معلش عندي قوه افقيه ولا ما عنديش؟ بكام؟ بثلاثة. ناحية اليمين ولا ناحية الشمال؟ هي ناحية اليمين. يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى النورمال 1 يساوي ماينس 3، وده منطقي، القوة داخلة عليه فهي بتضغط. خلاص؟ يبقى أول حاجة عند سيكشن 1 النورمال بكام؟ بماينس 3. يبقى هروح نازل من الديتم ده كده الديتم. أنا أول حاجة بنزل خطوط فيرتيكال، وبعد كده بعمل خط موازي للبي. أدي البي أفقية فخدت خط موازي للبي. ماشي؟ طلع لي الرقم ده ماينس 3، يبقى نزلت تحت 3. خلاص كده؟ تمام معايا ولا ايه؟ تعالى نفضل ماشيين، هفضل ماشي ماشي ماشي. اول ما الاقي قوه افقيه قولوا لي. ماشي، لقيت قوه افقيه اروح حاسب بعديها. هحسب كده. ايه القوه الافقيه اللي عندي؟ 3 برضه؟ 3 كده و3 كده، يبقى ماينس 3 بلس 3 يساوي 0 صح؟ يبقى هروح طالع من 0. في اي قوه افقيه يا قصادي؟ يبقى زيرو. كله فاهم النورمال؟ اللي انا برسمه ده ايه؟ مش معلش ده النورمال فورس دايجرام. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف النورمال عند السكشن ده، اروح نازل كده. يبقى النورمال هنا بماينس 3. عايز احسب النورمال هنا، اروح نازل. النورمال هنا بماينس 3. عايز اصمم السكشن ده، يبقى النورمال هنا بكام؟ بزيرو. مش محتاج مثلا احط حديد، ممكن اصغر القطاع بتاع الخرسانه. ما خلاص مفيش نورمال فورس خالص. ماشي؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ اول حاجه هنزل خطوط راسيه. ماشي. الاماكن اللي بحسب عندها النورمال فين؟ اول لما اشوف قوه افقيه. شفت قوه افقيه فحسبت من ناحيه الشمال، القوه داخله عليا بتعمل لي بالماينس. يبقى هرسم خط افقي كده، اللي هو مش على طول افقي، خط موازي للكاميرا. ماشي. واروح راسم النورمال، النورمال ماينس 3، يبقى نزلت 3. هفضل ماشي 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 لحد ما الاقي قوه افقيه عكسي. لقيت القوه الافقيه فحسبت النورمال تاني بعديها، طلع لي 3 ماينس 3 و3 بزيرو. يبقى هطلع للزيرو، هفضل ماشي على الزيرو لحد ما الاقي لقيت حاجه. خلاص ما لقيتش، يبقى هيفضل زيرو. ماشي. وبعدين هروح مقشر خطين كده، خطين كده، خطين كده، واعمل ايه؟ بالماينس عشان يعرف ان ده نيجاتيف. كله فاهم لحد دلوقتي؟ اتفضل. يعني ايه يعني النورمال فورس بزيرو؟ يعني البيم دي معلقه هي فوق. ايوه، بسبب النورمال. بيكمل يعني؟ هقول لك ليه. هقول لك ليه. ما هو الشد بيجي لك من حاجتين، من النورمال، يعني لو انت عندك بيور تنشن من النورمال، او حاجه اسمها بيندي مومنت. البيندي مومنت دي بتعمل في حته تنشن وحته كومبريشن.
تعالى بس العب سيشن مسرحه ماشي. اتفضل. اعرف ان اذا كنت المفروض ابدا من اليمين ولا من الشمال اللي انت عايزه اللي اريح لك. اتفضل. كنت بدات من اليمين كان حلو قوي. تعالى نبدا من اليمين. هبدا من هنا. في اي قوه افقيه؟ لا. لا يبقى حابب هفضل ماشي بزيرو زيرو زيرو زيرو. اول لما الاقي قوه افقيه قولوا لي. ايوه هنا. حلو. هروح حاسب بعدين. عندي قوه افقيه؟ اه. يبقى النورمال بكام؟ تعالى نبص. القوه الافقيه دي انا بحسب من ناحيه اليمين. الاشارات الموجب لبره او ماشيه ناحيه اليمين دي جايه ناحيه اليمين ولا الشمال؟ لا اليمين. هي القوه الثلاثه دي؟ شمال. ايوه شمال. شمال يبقى ماينس 3. يبقى هنزل من تحت 3. يعني انا لو يمين او شمال واحد ما هو هي. هو هي الكاميرا متزنه فحسبت بالشمال زي من اليمين وهروح ماشي على 3 3 3 لحد ما الاقي قوه افقيه اروح حاسب اطلع لي زيرو بس. خلاص؟ اعمل ايه؟ اروح مقشر خطين كده يا باشا واروح حاطط اللي تحت نيجاتيف بس. اللي تحت هو نيجاتيف اللي فوق البوست. اتفضل. ماشي؟ ايه تقول؟ لو مفيش ثلاثة يعني انا حسبت مثلا من هنا ومفيش ثلاثة العكس فيها هكمل الخط ده للاخر ولا؟ اه هكمل الخط للاخر بس ازاي بقى؟ بس هيجي الفورس دي ازاي اساسا؟ يعني ازاي هيجي لي ثلاثة من غير ما يكون في ثلاثة تولدها اساسا؟ ماشي؟ كله فاهم لحد دلوقتي؟ فاهمين ولا ايه؟ ماشي. ده كده النورمال فورس دايجرام. نحسب حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الشير فورس دايجرام. بص بقى هنحدد الاماكن اللي بنحسب عندها الشير فين. انتوا معايا ولا ايه؟ ما يموتوا. انا مش عارف حاسس ان في بوسس قاعده قصادي بجد والله. فاهمين ولا بتضحكوا عليا؟ ان شاء الله الموضوع بعد ثانيه اسئله هتلاقي الدنيا لذيذه يعني ان شاء الله. هو ده اهم حاجه في الاستراكشر. اهم حاجه في الاستراكشر كله هو الدرس ده. ايه ده اللي معاك فلوس؟ هو انا قلت 19؟ هخلص المساله كلها نورمال وشيرو بيندي. نهار اسود. ادخل ما احلش مساله على بعض. يلا. تعال نحسب الشير فورس زي ده. وبعدين الكويز سهل والله انا زهقت الكويزات السهله دي. لا لا مش هزعل على حظك بقى. بس انتوا تذاكروا. هو المشكله ان محدش بيذاكر يعني دي كوزات سهله والله ما عايزه صح. انا عايز ادي عشرات بس وبرضه في ناس بتجبرني ما اداش عشرات مش عارف ليه. استفزاز والله العظيم يا عم. ده في واحد 20 واحد مديهم 10 من 10 السكشن اللي فات. ال 20 تاني بقول لهم خدوا 20 10 مفيش. واحد عامل لي سميشن اف اكس لا يساوي الزيرو. ليه طب؟ ليه مش لا يساوي الزيرو؟ ده اندر ايكوليبريم. انا بقول لك اندر ايكوليبريم لا يساوي الزيرو. اخترع استراكشر. واحد تاني مش عارف مثلث انا مبسوط كنت بقعد اضحك ضحك مركزين في النص. ليه ليه في النص؟ يعني مش شكل اهو شمال شويه يا سيدي. لا ده في النص. لا ده انا بشوف حاجات يا ساتر يا رب. والله الواحد جاله احباط حاسس ان هو ما بيشرحش بقى ما بفهم. ما علينا. تعالى نشوف بقى السكاشن اللي هنحسب عندها الشير عشان الكويز. احسب فين؟ يلا بس حد يقول لي. الشير اهو اول واخر كل ممبر. ادي ممبر اهو اوله واخره يبقى ادي سيكشن واحد وادي سيكشن. خليه بس ايه لسه هنعيد سكشن كتير. ماشي. قبل وبعد السبورت ماشي. انا عندي سبورت انترميديت يعني انا عندي سبورت كده يبقى هو خلاص شماله طلعت بره الكاميرا مفيش سكاشن يبقى هاخد يمينه بس ما اتكرر تاني. ماشي. قبل وبعد الكونسنتريتد فورس عندي كونسنتريتد فورس قبلها وبعدها يبقى ادي سيكشن اهو قبلها وادي سيكشن بعدها هنضيف لكم الرسمه. ماشي. وبعد كده قبل وبعد ديستريبيوتد لود. ماشي. اتفضل. اجيبها شمال؟ اه عشان يعني عيني. حاضر هنضيف الرسمه. حاضر يا باشا. اعمل ايه؟ قولوا لي تعالى نختار السكاشن بتاعت الشير فين؟ اول واخر كل ممبر. ادي واحد وادي الثاني
بدايه ونهايه الديستريبيوتد لود. ماشي، بدايه ونهايه الديستريبيوتد لود قبل وبعد الكونسنتريتد فورس. خلاص، في حاجه ثاني قبل وبعد ما هو السبورت اسمه؟ مفيش حاجه. تعال نرقمهم بقى، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، ادي خمسة. خلاص، اي حاجة تشوفها انزل تحتيها. خلاص كده، ماشي. هروح راسم حاجة موازية للكاميرا. ماشي، احط عند الخمسة. مش ماشي، حط عند اللي انت عايزه، مش مشكلة. ايه، فين الاربعة دي؟ ما هو واخد عند الاربعة. ماشي، تعال نحسب السكيشن بقى. اول حاجة عند سيكشن واحد الشير بكام؟ اهو طلع 3. ده بوستيف ولا نيجاتيف يا شباب؟ انا بحسب من على الشمال. خلينا في الشير على الشمال، الله يبارك له. يبقى الشير بكام؟ بوستيف 3. يبقى هروح طالع فوق الداتا المسافه 3 3. ماشي، هفضل ماشي لحد ما الاقي حاجه تنزلني. ماشي، لا مومنت ايه؟ مومنت ما ينزلش الفورس. اللي ينزل فورس فورس، اللي ينزل مومنت مومنت. خلاص، هفضل ماشي. ماشي ماشي، دي فيرتيكال فورس ولا لا؟ تنزلني. ماشي تمام. تعالى خلاص، تعالى نحسب عند سيكشن 3 وسيكشن 4. ماشي، سيكشن 3 الشير 3 بكام؟ اللي هو قبل ما ياخد اسمه ده، قبل ما ياخد الكونسنتريتد فورس. قولوا لي ايه القوه اللي فوق، ايه القوه اللي تحت؟ 6 نازل 3 حد يكلمني. طب 6 نازل 3 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. والستة نيجاتيف، يبقى ماينس 3. يبقى هنا ماينس 3. ماشي، طب تعالى ناخد عن سيكشن 4 اللي هو بعدها على طول. مش فارقه، عايز تكمل عليها كمل، عايز تاخد من الاول خالص احسب من الاول خالص، احسب من الاول خالص. احنا لسه في البدايه. الشير 4 بكام؟ لا يا عم قول لي واحده، انا غبي يا عم، قول لي واحده واحده. بوزيتيف 3 ماينس 6 ماينس 4. هي انا خدت الاربعه بعديها على طول، هتدخل معايا. ماشي، يبقى 3 ماينس 6 ماينس 4 يطلع ماينس 7. ماينس 7 تحت ولا فوق؟ تحت. يبقى هنزل هنا لحد 7. طب تعالى نحسب عند سيكشن 5، تحسبهم الشمال ولا اليمين؟ ماشي الشمال، بس دي قوه واحده من ناحيه اليمين. تعالى نحسب من ناحيه اليمين. يبقى سيكشن 5 الشير بكام؟ سيكشن 5 اهو ايوه نيجاتيف 3 صح. هي القوه دي 3 لفوق ولا لتحت؟ لفوق. وانا بحسب من على اليمين ولا على الشمال؟ يبقى ماينس 3 ماينس 7 يبقى ماينس 7. ماشي، معلش خلاص زيد 7 تحت يبقى 7. خلاص، اعمل ايه؟ اوصل ما بينهم بس كده. هفضل ماشي، بعد كده اروح نازل السكشن ده كده وانزل فيرتي وافضل ماشي. كله فاهم لحد دلوقتي؟ يبقى انا جبت شير وقعت ووصلت ما بينه بس. ماشي، اوصل بدي ولا اوصل بدي؟ ايه اللي حصل الاول؟ بس خلاص، يبقى اوصل بالثلاثة. كله مترجم؟ لا ليه؟ عيد تاني. مين اللي مش مترجم؟ قول لي وانا عيدها لك تاني. عيني يا باشا، انا بقول لك ايه؟ بقول لك اوصل الثلاثه دي بثلاثه ولا بسبعه؟ ماشي ماشي ماشي، خليني معاك. ماشي، انت بتقول لي اوصل بالسبعه، هقول لك هشوف ايه اللي حصل الاول. سيكشن 3 الشير عنده بكام؟ بماينس 3. يبقى مين اللي حصل الاول، سيكشن 3 ولا سيكشن 4 بعد الفورس؟ سيكشن 3. يبقى اوصل بثلاثة. انا بوصل 1 ب2 2 ب3 3 ب4 وهكذا. ماشي، كله اتفضل. ايوه، احسب لك سيكشن 2. اتفضل. ايوه طبعا طبعا، اي تغير بحسب قبله وبعد، اي فورس في الشير بحسب قبلها وبعدها عشان بتعمل لي دروب. اتفضل. طب خلي معلش هكمل بس. اتفضل. ماشي، احسب عن سيكشن 2. سيكشن، ما انا بقول ليه ما انا بقول لك ايه، انا بحسب ما هل في اي حاجه كونسنتريتد؟ مفيش، في ديستريبيوت قبله وبعده اللي هو بدايته ونهايته يعني. ماشي اتفضل. بس سيكشن 2 احسب عيني. حاضر، سيكشن 2 اهو، سيكشن 2 اهو. عندي قوه في واي كم قوه في واي؟
ثلاثة بس صح؟ اللي طالع على فوق وانا بحسب من على الشمال صح؟ يبقى بوست. كله فاهم؟ فهمت ولا ايه؟ بس كده خلاص. اعمل ايه؟ تفشيري الجميل. اللي فوق بوستيف اللي تحت نيجاتيف بوستيف. تفشيري الجميل. بهشر فين؟ ما بين الدايجرام وما بين الداتا او الكاميرا، ما بين الدايجرام والداتا ماشي؟ الاريا باوندد ما بينهم. ادي ادي الدايجرام وادي الداتا. ادي الداتا وادي الدايجرام، هشر فين؟ كله فاهم ولا ايه؟ نحل بقى البندنج مومنت ولا ايه؟ تعال نحدد السكاشن اللي برسم عندها البندنج مومنت. فين السكاشن؟ السكاشن فين بتاع المومنت؟ بدايه ونهايه كل ممبر عند كل كونسنتريتد فورس قبل وبعد كونسنتريتد مومنت، بدايه ونهايه الايه؟ الديستريبيوتد لود. قول لي لو في حاجه عايز تسال قول يا عم، قول والله. ايه قول؟ هيختلف؟ لا ما احنا هنكتب سكاشن، يعني احنا بنكتب سكاشن مره واحده ماشي؟ طب تعال تعال نكتب السكاشن. اول واخر الممبر ادي واحد وادي الثاني ماشي؟ بدايه ونهايه الديستريبيوتد لود عند الكونسنتريتد فورس قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت. كله فاهم؟ يبقى حطيت ادي سكشن حطيت ادي سكشن بدايه الممبر وادي سكشن نهايه الممبر، حطيت قبل وبعد الكونسنتريتد مومنت، حطيت بدايه ونهايه الديستريبيوتد لود، حطيت عند الكونسنتريتد فورس. خلاص نسميهم 1 2 3 4 5 6 تمام ولا ايه؟ ماشي. خطوط راسيه على طول 1 2 3 4 5. هنسميه حاجه اسمها البي ام دي، يعني البندنج مومنت دايجرام، والشير اسمه اس اف دي، يعني شير فورس دايجرام ماشي؟ اختصار بس مش هنقعد نكتب الرغي ده كله ماشي. سيكشن 1 البندنج مومنت بكام؟ اقطع وابص على الشمال او على اليمين، في حاجه هنا تضرب في مسافه؟ ما انا عندي السبورت على طول يا باشا، الفورس دي ملهاش اي قوه فورس اي ديستانس عموديه عليها صح؟ يبقى المومنت بكام؟ اللي هو اهي اديني قطعت كده وحسبت من على الشمال، في اي مومنت؟ لا بزيرو. سيكشن 2 اقطع هنا قبل كونسنتريتد مومنت واروح حاسب للجزء اللي على الشمال او على الجزء اللي على اليمين. تعال نبص على الجزء اللي على الشمال، انا بحسب عند السكشن ده، عند السكشن ده ماشي. سكشن 2 الكاميرا بقت بالمنظر ده كده، عندي واحده فوق ثلاثه وانا بحسب هنا، والمسافه دي 2، يبقى البندنج مومنت بكام؟ فرصة مسافه ماشي، ادي 3 طالعه لفوق ومسافه 2 صح؟ معايا ولا ايه؟ 6، يبقى 3 في 2 ب 6. بتلف ازاي؟ انا بحسب منين الاول؟ من الشمال، يبقى اللي يلف مع عقارب الساعة موجب، دي بتلف مع عقارب الساعة ولا عكس؟ نعم عكس؟ انت بنحسبها ازاي؟ بقف عند النقطة، الفورس دي بتلففني كده صح؟ مدينة دي اهي، أنا واقف عند النقطة دي، الفورس بتلففني كده، دي مع ولا عكس؟ مع، يبقى بوستيف نيجاتيف بس، يبقى بوستيف سيد خلاص؟ معلش بقى، احنا قلنا ايه؟ اللي فوق بوستيف في النورمال والشير واللي تحت نيجاتيف، في البندنج مومنت هنعكس، معلش التوهان بس. النيجاتيف فوق والبوستيف تحت. ماشي؟ أو بنرسم معادلة سهلة. خلاص؟ ليه؟ عشان الحديد، بدل ما تتلخبطوا، تبص إيه ده البندنج مومنت تحت أحط حديد تحت، البندنج مومنت فوق أحط حديد فوق، خلاص؟ كله فاهم لحد دلوقتي؟ سيكشن 2 هي هنخلص المسألة وأديكم كويس. سيكشن 3 إيه اللي اتغير في سيكشن 3؟ دخل المومنت معايا بقى السيكشن كده. معايا مومنت كده وعندي قوه راسيه 3 والمسافه دي 2 والمومنت ده 5، احسبوا معايا البيندنج مومنت بكام؟ ماينس 5 زائد ايه؟ تلت. ايه تلت دي؟ 6 3 في 2 يبقى تساوي كام؟ 1. كله تمام؟ ماشي. يبقى سيكشن 1 ب 0 و2 ب 6 و3 ب 1، تعال نوقعهم. 0
عند 2 بكام؟ ب6. 6 بوست بقسمها تحت، معلش مع دي لسه. بروح راسم تحت كده 6. عند سيكشن 3 بعدها على طول بقى كام؟ بقى 1. طلع لي 1 يبقى 6 وطلع لي 1. ماشي، تعالى عند سيكشن 4. سيكشن 4 ايه بقى؟ ايه المومنت اللي عندي اهو؟ سيكشن 4 اهو عندي مومنت هنا 5، وعندي فيرتيكال فورس هنا 3، والمسافه من هنا لهنا 2، ومن هنا لهنا 2. يبقى إيه البندنج مومنت بكام؟ 3 في 4. انا بحسب هنا 3 في المسافه لحد السيكشن اللي بحسب عنده. 3 في 4 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، لان هي بتلف كلوك وايز. بوزيتيف ولا نيجاتيف الخمسة؟ ماينس 5، يطلع لك 7 في البوزيتيف، يبقى هنا بقت 7. ماشي؟ نحسب عند سيكشن 5. ماشي؟ ماشي. احسب عند سيكشن 5 يمين ولا شمال؟ سيكشن 5 اهو. يمين. بص ناحية الشمال، معاك المومنت ومعاك الفيرتيكال فورس دي والفيرتيكال فورس دي. يمين. تعالى نشوف ناحية اليمين. أنا قاطع هنا وبحسب من ناحية اليمين، عندي قوة رأسية 7 والمسافة دي 1. ماشي؟ يبقى البندنج مومنت بكام؟ قولوا لي. 7 دي المسافة دي 1. 7 في 1. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بحسب من اليمين كاونتر كلوك وايز. ماشي؟ يبقى بوزيتيف 7. يبقى هنا كده بوزيتيف 7. سيكشن في الآخر، سيكشن 6 بكام؟ هاجي احسب هنا من ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ لا ناحيه اليمين اسهل. في اي حاجه تعملي مومنت؟ زيرو. زيرو. يبقى هنا بقى بزيرو. في قاعده جميله قوي، اول لما تشوف ديستريبيوتد لود في المومنت هتعلق بارابولا ده بيرسكول على الثمانيه. يعني ايه؟ انا دلوقتي، طب تعالى نوصل الاول. اول حاجه كان زيرو، بعد كده راح لسته. ماشي؟ يبقى وصل كده. ماشي؟ بعد كده طلع لواحد. بعد كده نزل لحد 7. وهنا كان زيرو، نزل لحد 7. خلاص؟ هنا بقى في ايه؟ في ديستريبيوتد لود. طالما ديستريبيوتد لود في المومنت، يبقى هجيب بدايته وهجيب نهايته واروح موصل ما بينهم بدوتل. واجي من النص اروح حاسب فاليو اسمها دبليو ال سكوير على 8، اللي هي بكام؟ المسافه اللي بيأثر عليها سكوير في اللود على 8. المسافه دي 3، يبقى دبليو ال سكوير على 8 بكام؟ ايه ده؟ مش فاهمين حاجه صح؟ ايه ده بقى؟ عيني يا باشا، انا بحب كلمه ايه ده بقى؟ احنا وصلنا لحد دلوقتي، كله فاهم؟ تعالى بقى نشوف. اول لما تشوف اي ديستريبيوتد لود بيعمل لي بارابولا دبليو ال سكوير على 8. ايه الدبليو؟ اللود اللي هو هنا ب2، ال ال الطول اللي البارابولا عليه اللي هو كام عندنا؟ ب3. البارابولا دي بدايتها فين؟ هنا، ونهايتها هنا. الطول ده بكام؟ 3. شايفين ولا مش شايفين؟ ايوه 3. يبقى ال ال دي ب3. ماشي، هحسب الفاليو دي 2 في 3 سكوير على 8. وبعدين اتفضل. ما خدتش 6. ايه؟ ليه ما خدتش 6؟ ما انا بقول لك بص، هو الصح تعمل ايه؟ انا هو قال لك ايه؟ قال لك طالما عندك بارابولا يبقى اللي اسمه ده البندنج مومنت ما هوش لينير، بارابولا. حلو؟ فبدل ما اجي احسب في النص، هتقول لي هركز الفورس دي كده اللي هي 1.5 في 3 في 2 ب3، واحسب من ناحيه الشمال. قال لك ريح نفسك، احسب بدايته ونهايته ووصل ما بينهم بخط دوتل، وانزل من نص الخط الدوتل ده، ده بيقول سكور على 8، وراي ارسم البارابولا بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انا عارف ان البارابولا هنا وهنا وهنا، بس اروح موصل منه كده. تمام؟ رسمها اكريت هقوله لكم بعدين. خلاص؟ يبقى اي بارابولا بلاقيها بحسب المومنت شمال بدايتها ونهايتها. خلاص انا حسبت البندنج مومنت، ادي بقى هنا في بارابولا
فحسبت البندنج مومنت هنا طلع لي ب 7 بالماينس، وهنا طلع لي 8. هعمل ايه؟ هوصل ما بين الاثنين بخط دوتل واجي من نصهم، نصهم ده تحسبه افريج، ماينس 7 بلس 8 على الاثنين هيطلع لك مثلا بوزيتيف نص. فتيجي من هنا من النص بتاعه كده اروح نازل دبليو ال سكوير على 8. ايه الدبليو؟ اللود اللي هو ب 2، ال ال الطول اللي بيأثر عليه اللود اللي هو 3 سكوير على 8 ماشي. واروح عامل المفروض اعمل خط موازي للخط ده، شايف الخط ده كده؟ اعمل خط موازي ليه، والبارابولا بتمس الخط ده بالمنظر ده كده ماشي. يبقى اول لما الاقي بارابولا سيبكم الرسم بتاعها، هحسب بدايتها ونهايتها، واجي من النص واروح موصل ما بين الخطين دول بخط ايه؟ دوتد. واجي من النص الخط الدوتد ده كده اروح نازل دبليو ال سكوير على 8 ماشي، واروح عامل بارابولا. تمام كله فاهم لحد دلوقتي؟ كله مترجم ولا ايه؟ بعدين بعمل ايه؟ هشر بس خطين تحت بص ولا نيجاتيف؟ بص هشر لحد البارابولا، هشر لحد تحت. كله فاهم؟ فاهمين كل حاجه؟ ناخد الكويز. هو المره دي تحت الدايجرام بوزيتيف؟ اه هنا هنا معلش البندنج مومنت الحاجه الوحيده اللي تحت هو البوزيتيف واللي فوق هو النيجاتيف. كله فاهم؟ قول لي. اه